خاصة من ناحية تنظيمية كانت ناجحة 100%. نعم، ثمار العمل بدأت تبان، لكن ورشة كبيرة تنتظر المدرب. خاصة اليوم شفتوا المقابلة، كنا خلصنا مقابلة بصعوبة، لكن شيء إيجابي دائما هي الشخصية القوية للمنتخب اللي دائما يرجع في النتيجة، شيء إيجابي. جماهير كبيرة، العلامة الكاملة للجماهير، كل شيء العلامة الكاملة 10/10 للجماهير الجزائرية. هذا تصريح رئيس الاتحادية عقب المباراة، ولكن أنا تبان لي بلي مازال شوية ما نحكموش على المنتخب، لأن المنتخب يعني أو مدرب أو يعني ما يبانش مثلا من 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 وديتين، مازال كاين استحقاقات، يعني ماتش غينيا ومازال التصفيات ومازال كوب دافريك. حنا ماذا بينا يكون عندنا منتخب، يعني أكيد نتمنى أن يكون عندنا شخصية تاع منتخب كما اللي كانت عندنا مع بالماضي، يعني في 2019، ونزيدوا ندوا نجمة ثالثة ولما لا. صح في المقابلتين الوديتين اكتشفنا أنه عندنا فرديات، يعني بعض اللاعبين ما شاء الله برزوا، ولكن كمنتخب وكمدرب وك يعني راح يبان مع الأيام. احنا ماذا بينا نشوفوا مستقبلا نشوفوا منتخب وطني قوي، وأكيد الشعب الجزائري كاع مع المنتخب الوطني. واللي مش مشترك في القناة نتمنى أنه يشترك في القناة وصحف طوركم.